ثم أما بعد أيها الأحبة، فمع بصائر القرآن الكريم بصائر آية من آيات الفاتحة مما كنا فيه، قوله عز وجل ملك يوم الدين. هذه الآية فيها بصائر، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وعن آياته: قد جاءكم بصائر من ربكم، تبصر المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالآخرة، تبصرهم حقيقة من حقائق الحياة الكبرى، وهي أن مآل العيش هو عيش الآخرة، وأن مآل الوجود هو الوجود الثاني، وأن مآل البدء هو الإعادة، أي قوله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالآخرة حقيقة عظمى، بل لعلها من أعظم حقائق الكون بعد الإيمان بالله. ولذلك ذكر الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر فيما من آية وما من حديث، حديث كثيرة جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقول خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفا، إلى آخر ذلك، وهو كثير. أما القرآن الكريم فلا يكاد يذكر الإيمان بالله إلا مقرونا بالإيمان باليوم الآخر، ولا يذكر حمد الله عز وجل إلا مقرونا باليوم الآخر. فحقيقة اليوم الآخر حقيقة يجب علينا أن نكتشفها، كما ذكرت من قبل وبينت، مطلوب مننا إحنا المسلمين أن نعيد النظر، نعودوا نفكروا ونعودوا نشوفوا مرة أخرى ونتأملوا، نعيد النظر في حقيقة الحياة الآخرة، علينا أن نكتشفها. نحن نعرف ألفاظ ذلك ونؤمن بالحقيقة هكذا إيمانا إجماليا، يعني المسلمين كاملين كيأمنوا بالبعث إيمان إجمالي، ولكن في كثير من الأحيان بدون معرفة، ما عندناش نظرة عارفة أي قريبة من حقيقة اليوم الآخر، ولذلك وجب علينا أن نكتشفها. تأملوا هذه الآيات من الفاتحة التي نقرأ بها كل يوم، هذه الصورة اليتيمة في القرآن الكريم، بل في الكتب المنزلة من السماء إلى الأرض، من عند الله إلى الأنبياء والمرسلين. الفاتحة من اللي كان بدأوا نتأملها من حين لآخر، نجد فعلا أننا نقرأ شيئا من القرآن لا ندرك حقيقته حق الإدراك وحق المعرفة، وأن آياتها أي آيات الفاتحة هي من العظمة، بحيث لو اكتشف القلب بعض حقائقها لانبهر لذلك الاكتشاف، ولا وجد نفسه عاجزا عن حمد الله وشكره، كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن جعله من المسلمين الذين يقرؤون سورة الفاتحة. القرآن الكريم فيه كتب، بل فيه الكتب السابقة، القرآن الكريم فيه الإنجيل، فيه التوراة، فيه الزبور، فيه صحف إبراهيم، فيه كل القرائن والصحف التي نزلت قبل، جمعها الله عز وجل في القرآن الكريم، وزادنا على ذلك فضلا كثيرا. قرأوا قول الله عز وجل: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، في القرآن كتب قيمة. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لم تكن الكتب السماوية الربانية القديمة من السعة والشمول كما هذا القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قرآن هاد جامع مانع لكل الخيرات السابقات، وزاد خيرا كثيرا وفضلا كبيرا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في حديث صحيح الإسناد أنه قال: كان داود يقرأ القرآن بينما يسرج دوابه. داود عليه السلام كان كيقرأ القرآن دياله، يعني الزبور. والقرآن أحيانا يطلق على كل كتاب نزل من السماء لكثرة قراءته، لأن القرآن مصدر من مصادر الامتلاء، فعلان يدل على القراءة الكثيرة، أنه يقرأ بكثرة، ومنظم أيضا، هذه من معاني لفظ القرآن الكريم. فكل كتب الله عز وجل كانت تقرأ بكثرة وكانت منظمة،
شاهدوا عندنا أن قراءة داود للقرآن كل القرآن سهيل على داود القرآن أو يسير على داود القرآن، فكان يقرأه بينما يسرج دوابه. هذا تقريبا جامع الحديث، أي الألفاظ الجامعة للحديث اللي ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربي سهل على داود القرآن، يعني أنه أعطاه قرآن مختصر كان كيقراه يبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ ما كيجي فاش يبدأ يصوب الخيل ديالو ويركب له السرج والركاب ويجهز راسه، ما كيكون سالة هذاك الشغل حتى ركب على العود ديالو كيكون ختم القرآن. يعني أنه ما فيهش كثير من الآيات، كان مختصر. فهاد المدة هذه الإنسان يتخيلها ولو أنه كان يفعل ذلك بشكل مطول، لأن داود عليه السلام كان يرتيل القرآن ترتيلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومعروف بنص القرآن كيف كان داود يستجلب الطير والجبال بقراءته: يا جبال أوبي معه الطير، إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. فالمعنى ديال هذا أنه كان يعني القراءة دياله مرتلة ماشي مزروبة، ليست مهذورة ولكنها مرتلة. فبفرض أنها بهذا الشكل، شحال غادي نتصوروا يكون كان كيقرأ من آية في اللحظة اللي يقرأ القرآن كله من البداية حتى النهاية بينما يسرج دوابه. يعني إسراج الدابة تحت الركوب عليها لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة بالتوقيت المعاصر، أو 50 دقيقة قاع، أو ساعة المجانة. فإذا بالقراءة المرتلة بالشكل الذي ذكرناه ما تعدى شيء، يعني الحجم اللي كان كيقراه حزبين على أكبر تقدير أو ثلاثة أحزاب. احنا نديروا لقاء أنه يقرأ سورة البقرة ولا يتصور، لا يتصور بالشكل اللي قلنا. فالمقصود عندنا أن الأنبياء السابقين والرسول أعطاهم الله عز وجل قرائن مناسبة لزمانهم ومكانهم وإنسانهم، تطبيعة ديال البنادم اللي معاهم كيعطيهم القرآن اللي لاق لهم. ولذلك كانت التوراة فيها أحكام عقوبات، بعض الأحكام نزلها الله عز وجل في التوراة من الحلال والحرام كيعاقب بها بني إسرائيل، ماشي كان يعني فقط يلزمهم بالعبادة كما ألزم هذه الأمة بعبادة الله. كان هذا المعنى واردا ومقصودا، نعم قصد العبادة من التشريع في التوراة كان، ولكن كان أيضا قصد العقاب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، فبظلم، بظلم أي بسبب ظلمهم، باء السبب بظلم. فكان مما حرم على بني إسرائيل مثلا الشحوم، الشحوم كانت محرمة على بني إسرائيل وغير ذلك مما لا نعلم. إذن الله عز وجل أنزل الكتب مناسبة للزمان والإنسان الذي عاش مع ذلك الرسول أو ذلك النبي، وكانت كثير من الكتب تحيل على سابقها. هل الإنجيل ما نسخش نسخ كل التوراة؟ الإنجيل الذي نزل على عيسى نزل يعضد التوراة، يعني كيخدم بالتوراة زائد الإنجيل. وإنما كان الإنجيل كتاب موعظة لحمل الناس على العمل بالتوراة، ولكن فيه تخفيف: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي رفع عنهم الله عز وجل في الإنجيل بعض العقوبات التي نزلت في التوراة. وجاء القرآن الكريم وجمع فضل الكتب جميعا، قاعدك الخير اللي كاين في صحف إبراهيم وفي كتاب موسى وكتاب عيسى وكتاب داود وكل الكتب مما علمنا وما لم نعلم، جمعها الله عز وجل في القرآن الكريم بنصوص الآيات التي ذكرت فيها كتب قيمة. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاز للصحابة أن يعملوا بشيء من التوراة أو الإنجيل الذي كان عندهم في زمانهم، وإنما العمل بالقرآن فقط مما نزل من عند الله عز وجل وسنة النبي طبعا التي هي شارحة ومبينة له. فائدة الكلام بعد هذا كله: إذا كان القرآن فيه داكشي اللي داز كله، ففيه أيضا اللي عمرو ما داز، فيه ما لم يكن في الكتب السابقة قط، وهو سورة الفاتحة، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ترتيلة نرتلها كل يوم، وما أبأس وما أضيع وما أتعس من لا يرتلها. مع الأسف الناس الذين لا يصلون
يصليوش، ماشي فقط أنه يعني عقوبتهم شديدة وذلك صحيح، ومصيبتهم جليلة وذلك صحيح، ولكن مع ذلك وقبله وبعده خاسرون، خاسرون من حيث لا يقرؤون الفاتحة ولا يصلون بها. ماشي جا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبثا، حشاه أن يعبث في التشريع وبالتشريع، ماشي جا عبثا وقال لنا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولزمنا بقراءة الفاتحة. فاتحة أم القرآن، أم الشيء هي الرأس، والمنطقة الحساسة في الرأس، ولذلك الرأس ديال القرآن والمنطقة التي تعتبر مفتاح القرآن، من كشف الله له أسرارها انكشفت له أسرار القرآن الكريم. سورة الفاتحة حينما يحمد العبد ربه أن الحمد لله رب العالمين توحيدا وتفريدا له سبحانه وتعالى وعبادة، ثم يثبت له اسماءه وصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصفة الرحمة كما ذكرنا قبل في البصيرة السابقة هي الصفة المفتاح والاسم الأول لصفات الله عز وجل ونعوته سبحانه وتعالى، كما هو بنص الحديث الصحيح: ورحمتي سبقت غضبي، الرحمة سابقة. فرحمته سبحانه وتعالى هي مفتاح كل الأسماء الحسنى، الرحمة الربانية تتدفق عبر اسمه الجبار والقهار، ففي اسم الجبروت لله عز وجل رحمة بالمؤمنين. فإذا أوائل الصورة هي مع الله عز وجل ذاتا وصفات تعريفا به سبحانه وتعالى. أنت حينما تحمد ربك تحمده أنه هداك إلى معرفته وإلى بدء الطريق إليه، ولذلك جاب درجة ثانية، معرفة الله عز وجل من حيث هو رب للآخرة، أي معرفة الآخرة، فقال مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. قلنا في البداية يوم الدين الذي هو اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الجزاء، الدين هو أهم حقيقة وجودية بعد الله عز وجل. جوج الأمور، المسلم والإنسان قبل أن يكون مسلما، الإنسان بصفة عامة كيتحكموا في الحياة ديالو وفي المصير ديالو، بحيث أنه إذا أخطأ واحدة منهما أخطأه الخير كله وأخطأه والخير كله. معرفة الله ثم معرفة اليوم الآخر. فالإنسان المتوجه إلى الله عز وجل في صلاته يعبد ربه، انطلق إليه يتعرف على ربه من خلال ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والطريق إلى الله عز وجل معرفة تفضي إلى الطريق إلى الآخرة معرفة، ولذلك جاءت المعرفة ديال الآخرة عن طريق معرفة الله. معرفة الآخرة جاءت في هذه الصورة وفي غيرها عن طريق معرفة الله مالك يوم الدين. فالسياق كان يتحدث عن الله ذاتا وصفات، حمدا له سبحانه وتعالى أن كان هو رب العالمين وكان هو الرحمن الرحيم، تلك كل ذلك عنه وله سبحانه وتعالى، ثم أن كان مالك يوم الدين. فهذا الوصف هو وصف لله عز وجل مالك، ولكن فيه إضافة أحالتنا وأسندتنا إلى الآخرة من بعد الله، من بعد الله مالك يوم الدين. الإيمان بالآخرة نعمة عظيمة، واجب على الإنسان يحمد الله عليها كل مرة، ولذلك وردت في سياق الحمد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له أن كان هو ملك يوم الدين وأن خلقنا لا للدنيا ولكن ليوم الدين للآخرة، تعيس الكفر وتعيس الضلال والجهل، عايش في الشقاء على الأسف الشديد، يا حسرة على العباد، ما هياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ويا حسرة علينا نحن المسلمين أن هذه الحقائق العظيمة الجليلة بين أيدينا كنوز ونحن عنها غافلون. يتشبه لي هذا الشيء بحال هذوك العرب، تشبيه مادي ولكن فيه تقريب، هذوك العرب اللي كانوا يعيشوا في الجزيرة العربية في العصور المتأخرة قبل ما يكتشفوا البترول، كانوا كيعيشوا واحد الحياة ديال الفقر، اشتغلين بجوج الأمور، اللي حدا البحر كل يوم كياكل منهم البحر بسبب اشتغالهم ب
استخراج اللؤلؤ، يخرجوا الصدايف ديال اللؤلؤ، يغوصوا غواصة ديال البحر، هذه هي الحرفة ديالهم صحاب الخليج، الحرفة السابقة. أو الماشية السرحة، من غير هذا الشيء ما كانش، لأن التجارة اللي كانت عندهم من قبل مشات منذ أن اكتشف الأوروبيون رأس الرجاء الصالح وبدلوا الطرق التجارية من جهة العرب لجهة إفريقيا، والبترول مازال ما كاينش، فكانوا كيعيشوا الفقر المدقع فعلا، وكيمشيو بالجمال ديالهم وهو اللي يكون حفر غير شوية تحت رجليه. كنوز العظيمة التي حينما اكتشفت بدلت طبيعة الحياة رأسا على عقب في الشرق بل في العالم. مثال كيقرب ولكن ما يعطيش الحقيقة كاملة. احنا المسلمين مع القرآن هكذا، الآيات نمر عليها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها صباح وعشية كندوز عليها وهم عنها معرضون. مصيق الأخضر ماشي ما شفناها، شفناها ولكن إعراض بسبب اشتغال القلب بالدنيا والدنيا فقط، بسبب غفلة القلب عن شهود الله وشهود الآخرة، بسبب موت الإحساس. فعلا إحساس ميت لدينا ونعاني منه أجمعين، اللي فينا فيق يعاني من مرض، هذا المرض هو هذا الإحساس ضعيف، فنحن بين ضعفين وموت، يا إما الإنسان في خطرة مفضي راتلف تجاه الآخر أو فيه بعض اليقظة ولكن كيعاني من مرض عصره اللي هو المرض المادي، ضغوط الدنيا المادية انت تجبد وهي تجبد، والإيمان بين هذا وذاك في حال شد وجذب. والمؤمن الذي ثبته الله عز وجل هو الذي استطاع أن ينتصر على مغريات الحياة الدنيا، ينتصر لله عز وجل من نفسه، فيؤمن باليوم الآخر حقا ومشاهدة ويسعى إلى ذلك سعيا، كما ذكرنا مرارا في قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، اللي بغى الدنيا كيعطيه ربي الدنيا، ولكن من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، كيعطيه ربي اللي بغى ربي، ما يعطيش اللي بغى هو، ولمن نريد كيعطي ربي اللي بغى يعطيه، واللي ما بغاش يعطيه راه واخا يجري ويكدره ما يعطيش. فالإرادة تعلقت بالله مرتين، بالمعطى داكشي اللي غادي يعطيك شنو هو ولمن غادي يعطيه، هادشي في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له، مادام أن الإرادة ديالو تعلق في الدنيا ربي يعطيه من الدنيا فيها، عجلنا له فيها ما نشاء، غيعطيه داكشي اللي ربي بغى يعطيه له، يغنيه بهادشي وما يغنيش بهادشي، يغنيه بحاجة دون حاجة، يعطيه ربي من رزقه الذي أراده هو، ويعطيه بعد ذلك لمن شاءه لا لمن شاء من الناس. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولذلك لا عطاء من أمور الدنيا إلا وهو صادر عن الله بإرادة الله وبعلمه. الناس بعض الأحيان كيتحصروا، يمشيو شي وحدين لفرنسا ولا أمريكا ولا أي دولة، كيجيو كيقول لك دوك الناس فايتيننا بخمسمائة عام وألف سنة، شحال خصنا باش نوصلهم؟ أخيري يحصل لنا كما يحصلوا لضعفة بني إسرائيل في زمن موسى، يا ليت لنا مثل مال قارون. ليش هذا الذي يحصل؟ بسبب ضعف الإيمان لدى الإنسان. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. زهرة تعبير القرآن سبحان الله العظيم، ما كاين شي حاجة اللي كتبان بحال النورة ولا الوردة، عمرها قريب كتفتح حياتها وشبابها هو قبل أن تتفتح. الوردة راه صحيحة ما حدها ما تفتحت مزيان، ما حدها برعوم أو عند بداية التفتح، غير تكمل التفتح تبدأ في التشتت. هذا هو الدنيا. أحد الناس قال: حينما عشنا ميتنا، من اللي عشنا متنا. بنادم كيخدم في غالب الأحوال كيبدأ مخصوص كيخدم كيجري، كاين الوليدات كاين الخير من الناس كاين العائلة كاين الأسرة كاين الرحيم، من اللي كيجيو الفلوس كتنقص أشياء أخرى، كيموتوا طرف من العائلة كينقص شي حاجة من جهة أخرى، سبحان الله العظيم، كتعمر من هاد الجهة كتخولك من هاد الجهة، عمرها ما تكمل. لنفتنهم في زهرة الحياة الدنيا. وهذه الحقيقة العظيمة القرآنية أراد الله منا أن نبصرها، ولذلك خلنا نقرأها كل يوم، نصلي بها الصلوات الخمس
ونفجر بها ونوتر بها ونقوم بها الليل الفاتحة. عسى أن نكون من القانتين وعسى أن لا نكون من الغافلين. مالك يوم الدين، فهو مالك سبحانه، ملشي الملكية للآخرة له وحده دون سواه. ماشي معنت هذا الشيء أن الملكية ديال الدنيا ماشي ليه، لا، ولكن ظاهر الملكية في الدنيا أنها للناس، ظاهر الملكية، وإلا فهو سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة، رب عالم الغيب ورب عالم الشهادة كليهما. إنما هو سبحانه في الآخرة يتفرد بالملك والملك ظاهرا وباطنا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهو مالك ذو ملكية، وهو ملك ذو سلطة وسلطان ورهبة رهبة. فحينما يشاهد المؤمن هذا ويذكر الله عز وجل به، لهذا الشيء مطلوب الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل أنك تجدد المعاني الربانية بقلبك، كتجددها في القلب ديالك، وإذا تجددت نمت وربت كتكبر وتعمر الموضع، فإن لم تتجدد تبددت. هذه المعاني إذا ما بقيتش تجددها كتدبال وتقلال وتنقص تنقص، لا قدر الله، حتى تنقرض. فالمؤمن إذن مطلوب منه أن يجدد إيمانه بهذه الصورة العظيمة، أن يجدد الحمد لله وأن يتعرف على ربوبيته. يجدد الحمد لله ويتعرف على ربوبيته. راه نقصنا المعرفة بالله نقصان كبير، مطلوب منا نخدمه ونشتغل بالله، نشتغل بالله معرفة. كلنا المسلمين عندنا شي بركة من المعرفة، أقلها أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن مطلوب من هذه الحقائق نخدموا عليها ونشتغلوا بها باش نزيدوا نكتشفوها ونعرفوها. وقلنا أكثر من مرة هذه المعارف ليست متعلقة بالعلم وحده، بل هي متعلقة قبل ذلك وبعده بالصدق وحسن النية والإرادة الثابتة. يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومطلوب فعلا أن يداوم الإنسان على تمثل حقائق القرآنية من سورة الفاتحة وغيرها، كتمثلها كتحاول تعيشها، ده المعنى ديال التمثل. كلما قرأت الفاتحة في صلاتك أو في غير صلاتك، ولكن في الصلاة آكد، حاول تعرف اش كتقول وحاول تحس بدك الشيء اللي كتقول. إذ تجد نفسك بين يدي ربك كما يجد المربوبون أنفسهم بين أيدي ساداتهم، تملأهم الرغبة طمعين يأخذوا، وتملأهم الرهبة شدهم الخوف. الله أحق بهذه الصفة في عباده رغبة فيه سبحانه ورهبة منه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سيدنا الأنبياء اللي يطلب شيء ربي أعطاه، كل نبي سأل الله عز وجل مسألة من الخير والصالحات ما رد الله دعاء واحد من الأنبياء والصالحين. ولكن دأبهم وشأنهم هو ما ذكرنا، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارع في الخيرات، وأول الخيرات السير إلى الله عبر الصلوات. ما كاينش شي خير أكبر من هذا إطلاقا من عمل ابن آدم. واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، كلام ديال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أخذه من حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه. خير أعمالكم الصلاة. وصفت سيدنا عمر رسالة للعمال والولاة ديال الأقاليم ديالو، يقول لهم واعلموا، هذا الكلام ذكروه الإمام مالك في موطئه، واعلموا أن خير أعمالكم عندي، يعني هذا أمير المؤمنين رئيس ديال البلاد الإسلامية، رفض لهم الولاة والعمال باش يخدموا مزيان البلاد. قال لهم الخدمة الأولى اللي راني كنخمم ليها ينعس عليها ويفيق عليها رفض لها لهم، واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، فمن حافظها كان لما سواها أحفظ.
ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. اللي يحفظ بينه وبين ربه هذا فيه خير كبير، يعني كيخاف الله، فهذا كان تهنعني أنه سيحفظ حقوق الناس. واللي ضيع ما بينه وبين ربه هذا ما كيخافش الله، فهو لما سوى ذلك أضيع، هذا نخاف منه. وحفظ الصلاة ليس أداء شكليا وحسب، بل بما ذكرنا هو سير، هو خدمة، اشتغال وهم. هم كيبقى المؤمن رفده 24 ساعة على 24 ساعة، إذا نام من الليل نام على هم صلاة الفجر، وإن كان من الذاكرين أو من القانتين نام على هم قيام الليل. وقيام الليل واحد النعمة كبيرة ضيعين فيها حقيقة، يهدي. علاش ضيعين فيها؟ لأنه سهلة، وبزاف ديال الناس كيتصوروا أن قيام الليل شي حاجة صعيبة من الصعوبات الكبرى، بسبب كثير من الأدبيات التي كتبت في الزهد فيها مبالغات وفيها أباطيل. تلقى في تراجم بعض الناس الصالحين والعلماء العاملين كيقول لك فلان، بلا ما نذكر السميات، بعض أرباب المذاهب ذكرت في حق كثير من العلماء الكبار، صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. هذا ماشي مدح، هذا ذم. هذا إذا كان يفعل ذلك فقد خالف السنة وقضي الأمر الذي فيه تفسيا. وما كل واحد كيبغي يمدح الإمام ديال المذهب ديالو كيزيدوا عليهم الكلام اللي ما كاينش، يقولوا فلان الإمام الفلاني صلى الفجر بالوضوء ديال العشاء، يعني الوضوء باش تضف العشاء صلى به الفجر، يعني ما نعش، كله في قيام الليل 40 عام. أولا مستحيل، إلا دار داكشي غادي يمرض ويموت. ها واحد. اثنين، قبل ذلك مخالف السنة، أما وإني أعبدكم لله وأخشاكم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث 3 طرات، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قضية واعرة، اللي خالف هذا الشيء ما راه شيء من السنة. فولا بنادم غير كيسمع قيام الليل كيتخلع، يقول راه هذاك الشيء فوق القياس لا يطاق، وإبليس اللعين كيكتر بحال هذا الخريف على المسلمين حتى يتركوا قيام الليل. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل. العلماء اللي كيدرسوا فقه الشريعة وأصول الشريعة كيسميوا هذه العبارة ديال الليل مطلق، بليل نكرة مفرد تدل على المطلق، ما قالش لو كان يقوم الليل ويدير ال ديال استغراق الليل كله، بليل، والباء تدل على التبعيض يعني طريف ديال الليل، وما قالش كل ليلة وما قالش الليلة الفلانية، فترك ذلك على إطلاقه حسب نشاط القلب وانفتاحه وانبساطه للعبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سهل هذا، هذا كلام أوردناه للفائدة لأنفسنا جميعا، جاء في سياق الفاتحة. المؤمنين الأولين ما كانوش كيشبعوا من القرآن، وما كيشبعوش من الصلاة، وما كيشبعوش من الفاتحة، فكانوا يكثرون يصلون الصلوات الخمس، كيبدأوا في الليل كيطوال عليهم الحال باش يدوز مسافة من العشاء حتى الصبح بلا صلاة، كطوال عليه، لأن الصلوات الخمس كلها متقاربة نسبيا، من الصبح للظهر، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، كلها متقاربة، من العشاء للصباح يكاد يكون أو يوازي ما صلاه، يوازيه بدون صلاة. فالمؤمن كي ينفلت ويهرب من الفراش دياله ليلقى ربه في ساعة الخلوة حد ما جاب له الخبر. في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكن من الغافلين. ما معنى لم يكن من الغافلين؟ يعني كان من الذاكرين. شيء عجيب، من قام بعشر آيات، شحال هي 10 آيات؟ يعني من الصور القصيرة والضحى، اقرأ أو ما يقارب ذلك، 10 آيات. ومن قام ب100 آية كان من القانتين. عجيب، 100 آية بحال لا قريت في الركعة الأولى مثلا ياسين فيها كدا 80 آية، 89، والركعة الثانية بحال هاد الصور
والضحى أو اقرأ أو سبح، هذا صغير، فتكمل المئة. كان من القانت، ومنزلة القنوت التي هي الخضوع المطلق لله الواحد القهار، التي هي العابدية العليا، منزلة عظيمة جدا. ورب سهلها بحجم القيام فيها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لك أن تجزئ ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من قام بمئة آية في ليلة، ليلة واحدة، كتب له قنوت ليلة. يعني ليلة واحدة كتعطى لك القنوت ديال ديك الليلة، واحد الليلة ما درت شيء، ما عندك شيء، ولكن يمكن لك تحصل على معنى القانت من حين لآخر، حتى تكون بعد ذلك من المواظبين فتنال درجة القنوت إلى الأبد إن شاء الله. ومن قام بألف آية في تتمة ديال الحديث كتب من المقنطرين، هذا اللي ما عنده عدد وما عنده حساب، الله يوفقنا أن نكون منهم جميعا. قلت المؤمن الحقيقي يملأه شوق إلى الله عز وجل، ولذلك لا يشبع من القرآن ولا يشبع من الفاتحة، لأنه هذه الحقيقة ديال المعاودة، تكرار ديال القراية ديال الفاتحة، ما كيناش شي صورة اللي إلزمنا الله بها نعودوها ونكررها إطلاقا ما عدا الفاتحة، لا يكون ذلك إلا لأن فيها من الأسرار ما أن الإنسان لو بقي عمره كله يقرأها ويعيدها ويقرأها ويعيدها لا تنتهي أسرارها، ما تسلاش النعم اللي فيها والبركات اللي فيها والخيرات اللي كيعطيها ربي المؤمن العبد وهو يقرأها، ما تسليش نهائيا. ولذلك المؤمن قداش ما عاود سورة الفاتحة فهو بخير وإلى خير. وهاد المطالع ديالها، البدايات ديالها اللي هي بدايات كتشكل أصول التوحيد، أصول التوحيد في الإسلام موجودة في سورة الفاتحة أوائلها، أي في أوائلها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. التوحيد كله اجتمع هنا، فلا يزال المؤمن يقرأ ويقرأ ويقرأ وهو يرتقي في مدارج التوحيد. ابن القيم رحمه الله وهم العلماء الأتقياء الأذكياء في كتاب ديالو مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين خرج منازل الإيمان كلها من هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن أشدر فسر قبل ذلك في الكتاب سورة الفاتحة كلها، وانطلق في ذلك من التوحيد، وكتب مقالات عجيبة في توحيد الله عز وجل. فكلام ابن القيم رحمه الله عن التوحيد إنما كان بسبب هذه البدايات من سورة الفاتحة التي تعلم الإنسان كيف يوحد الله عز وجل توحيدا تربويا. يعني التوحيد علم يمكن تحفظه، وكثير من الناس يحفظه ويستظهره عن ظهر قلب، ولكن ثماره التربوية، الآثار ديال التربوية لا تنال بالحفظ فقط، وإنما تنال بالسير والتوجه إلى الله عز وجل. ولذلك قلت ابن القيم رحمه الله تحدث عن قواعد التوحيد وأصوله تربويا، وبين لك مدارج الإيمان كيف تسير إلى الله لتنال درجة التوحيد وتكون من الموحدين صدقا قولا وعملا وإحساسا. لما كيجمع الإنسان الهم ديالو كله فعلا على الله عز وجل، أي أنه يشتغل بالله، الشغل ديالو هو السير إلى الله عز وجل وإنجاز الأعمال التي كلفه بها ربه الذي خلقه وملك الحق الكامل عليه ووراه المكان اللي خصو يوصله وهو هناك في الآخرة، وقال له بالمعنى: أنا خلقتك هنا في الدنيا لتصل إلى هناك في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، رب خالق مالك، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. المسافة كلها رسمت والقصة كلها فصلت في هذه الآيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كل مرة طل منها، إلا طليت منها اش كتشوف؟ تشوف الكون كله، دنياه وآخرته. ولكن طبعا النظرة الواحدة لا تكفي في الخير، تحتاج إلى ثانية وثالثة ورابعة، حياتك كاملة
ولذلك طلب منك أن تقرأ في كل صلاة، أي أن تطل في كل صلاة على هذه الحقيقة، كتطل وتشوف تبصر إنها بصائر. وآية الآخرة ملك يوم الدين من أعظم البصائر كما ذكرت، من بعد بصيرة التوحيد اللي كتخليك تشوف، إن قلنا البصيرة هي المرآة الصغيرة اللي كتطل من خلالها في الباب لترى من خلف الباب، فتريك الأشياء بحجم أعظم وأكبر. فكذلك هذه الآيات، المؤمن إذن ليحل مشكلته، كلنا كنعاني من مشكلة وهو أن المثبطات كثيرة، كتبغي تنطلق في طريق الله وكيجي اللي يعجزك من أسرتك من مالك من أشغالك من همومك، علائق التراب حبال وأسباب تشدك إلى التراب شدة، باش تستطع تحل مشاكل ديالك وتنطلق من أغلالك. أبصر ثم أبصر ثم أبصر وأبصر نفسك من خلال هذه الآية ملك يوم الدين، أبصر نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصروا، حينما تبصر نفسك ستجد علتك، هل المرض فين عندك وهل المشكل فين عندك، ولن يرى ذلك غيرك، ما تسناش واحد يصلح لك شغلتك النفسية، لن يصلح ما بنفسك إلا نفسك، سلط نفسك اللوامة على نفسك الأمارة تكون من الفائزين، وتستقيم على الصراط المستقيم الذي ستأتي دعوته الكبرى بعد ذلك من سورة الفاتحة. فاللهم اجعلنا من الهادين المهتدين، اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين، اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين، وبصرنا حقائق القرآن الكريم، واجعلنا ربنا لك من الشاكرين، وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.